نحن اليوم بمنطقة الحسينية ريف دمشق عم نعمل مثل ما تعودنا بكل جمعة من جمعة رمضان إفطار جماعي لـ500 مستفيد. فريق كنا صنف قد تطوعي تأسس عام 2012 وهلأ تأسست جمعية مجال عام 2021 اللي هي جمعية الحاضنة لفريق كنا وصنف قد تطوعي. طبعاً هدول المستفيدين بيكون تم التواصل معهم سابقاً من قبل الجمعية، بيحضروا بوقت محدد نحن منخبرون عليه بهدف أنه نحن نشاركهم لمة رمضان، نشاركهم الشيء اللي تعودنا عليه برمضان الخير اللي هي الإفطار الجماعي والروح الحلوة اللي نحن نلتمسها بهذا الشهر الفضيل. نحن بالإضافة للإفطار الجماعي عنا بشكل يومي تجهيز وجبات غذائية بمنطقة المزة بدمشق، مزة شرقية جانب جامع الإمام الشافعي، خيمة كسرة خبز بشكل يومي تقريباً حوالي 2000 مستفيد و2000 وجبة غذائية تتوزع ضمن مناطق دمشق وريفها. عن فريق كنا وسنبقى من أول ما تأسس لحد اليوم بيعتمد بشكل أساسي على التبرعات الفردية، أهل الخير اللي هنين بلشوا معنا ولحد اليوم مستمرين معنا، ما قطعوا هذا الفريق بسبب الأهداف اللي احنا حطيناها لقلنا إن شاء الله مكملين من أول ما بلشنا لحد اليوم، ما عنا أي تمويل أو دعم خارجي، هي المبادرات الفردية هي اللي أسست الفريق وهي اللي مكملة فيه. نحن اليوم شعارنا إنه كيلو رز بيعمل فرق. كيلو رز اليوم قد ما كان هو تبرع بسيط، هو ممكن يطعمي عائلة مكونة من 3-4 أشخاص. نحن فريق كنا وسنبقى جمعية مجال عنا فكرة، عم نحاول نجسد هاي الفكرة ونحاول نطبقها على أرض الواقع بشتى الطرق رغم كل الصعوبة. ورسالة منا لكل الصائمين ولكل الموجودين على بقاع الوطن العربي كافة، يقدروا يساعدونا بتطبيق هذا الشيء إن كان بشكل مباشر عن طريقنا وإن كان بدول أو بمناطق مختلفة. رمضان نحن مثل ما تعودنا هو شهر الخير، شهر الكرم. نحن إن شاء الله مو بس برمضان هذا الشغل، هاي الفكرة تتجلى وتسمو برمضان، ولكن نحن بنحاول إنه نلبي هاي العوائل والمحتاجين على مدار السنة كافة. بدي أقول لكل الصائمين بكل الدول العربية كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والعافية والبركة يا رب. إن شاء الله هذا رمضان يكون أحسن من اللي قبله، ورمضان الجاي يكون لسه أحسن من اللي قبله. إن شاء الله أيامكم كلها تكون حلوة وكلها فرح وخير وسعادة يا رب. كل أهلنا بالبلاد العربية منكم رمضان كريم، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والسلامة. من أهلكم من سوريا.